السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم لكل حدا محتار شو بده يتغدى أو شو بده يتعشى، وأحيانا بيبقى نفسه يعمل تغيير ويعمل وصفة جديدة وتبقى طيبة ويطلع برا شوي وصفاتنا التقليدية اللي نحنا بنعملها. هاي الوصفة كتير مناسبة ونكهتها كتير طيبة ومميزة جدا. أنا كمان عملتها بطريقة خفيفة وصحية بدون قلي. تابعوني لحتى تشوفوها، وبالآخر لما تجربوها كتير رح تدعولي عليها من كتر ما هي طيبة. أنا فعلا من أول مرة جربتها صرت دايما أعملها. أول شي عندي باذنجان رح أقشره وأقطعه لمكعبات بهذا الشكل، بعدين رح أحطه بصينية الفرن، رح أحط رشة زيت، وانا من عندي حبيت انه انا تبلته برشة خفيفة من بودرة الثوم، رشة خفيفة من بودرة البصل، رشة بابريكا خفيفة، والملح طبعا حسب ذوق كل حدا فينا. ما تكتروا كتير توابل بهاي المرحلة لانه الصلصة كمان رح يكون فيها توابل. وحطيت رشة خفيفة زعتر، ما كترت لحتى ما يكون نكهة التوابل كتير كتير قوية وتضغى على نكهة الباذنجان نفسه. بعد ما أنا تبلته بهاي التوابل رح أحط كمان رشة زيت تانية عليه، رشة خفيفة يعني مقدار معلقة كبيرة، ودخله على الفرن. بدل ما أقليه بالزيت أنا دخلته بهاي الطريقة الفرن، ورح يطلع كأنه فعلا أنتي قليتيه بالزيت وخفيف كتير. عندي 3 سنان توم، فيكي تزودي وفيكي تقللي. رح قطعهم بهذا الشكل وفيكي تهرسيهم. مقلاية سخنة أو طاسة رح حط فيها زيت، وفيكي هو طبعا بالوصفة الأصلية فيكي تخلطي زيت زيتون مع زبدة، فيكي يعني الموضوع راجع للحرية الشخصية لكل حدا فينا ولذوق كل حدا فينا. قلبت الثوم بهذا الزيت تقليبة خفيفة، وبعدين حطيت رشة بودرة الثوم، بودرة بصل، بابريكا نفس اللي أنا تبلت فيها توابل الباذنجان، وكمان ما كترت كتير. رح أقلب الثوم بالزيت، وأنا ما بدي الثوم يتغير لونه، ما بدي يوصل لمرحلة ويتغير لونه، بس هيك مجرد يعطي نكهة للزيت. رح أضيف صلصة الطماطم. صلصة الطماطم هاي صلصة بيتي، طعمها كتير كتير طيب. أنا بنصحكم تحضروا الفيديو تحت، أنا كنت عملتها قبل هيك بالبيت، كتير رح تعجبكم. أنا فعلا إلي فترة طويلة ما اشتريت صلصة طماطم من برا البيت من كتر ما يعني حسيت قديه فرق كبير بأنك أنت تعمليها بالبيت بإيدك ويبقى نكهتها حلوة وبأنك تشتريها من برا. هلا الباذنجان خلاص استوى واخذ لون لطيف، راح ضيفه على الصلصه. راح اقلب تقليبه خفيفه، بس نحاول نبقى ناعمين لانه الباذنجان يعني بيبقى طري. تقليبه خفيفه بس مجرد انه هن يختلطوا مع بعض. طبعا انا ضايفه كميه صلصه، قوام الصلصه تقيل شوي، فراح اضيف رشه مي خفيفه لحتى اضبط القوام تبعه. فيكن تكتفوا لحد هاي المرحلة وفيكن تكملوا. أنا سلقت شوية مكرونة هيك على السريع، تعرفوا الولاد دايما بيفضلوا المكرونات، بحطها بالميكروويف 8 دقايق. مثل ما قلت لكم انتو بتقدروا تكتفوا لحد مرحلة الباذنجان، كتير طيب وخفيف، وأنا جربته على فكرة بدون المكرونة طعمه كتير كتير طيب وخفيف. بعد ما المكرونة استوت رح أحط عليها رشة فلفل أسود، وإذا كان للغدا أحيانا بحب ضيف معلقة سمنة أو معلقة زبدة، بس بما أنه هي للعشاء فأنا أفضل أنه هي تكون يعني بأقل كمية دهون ممكنة. بس هيك أكلتنا صارت جاهزة للتقديم بكل بساطة بكل سهولة. ريحة المكرونة على فكرة كتير طيبة،
وهي البتنجان مع صوص الطماطم البيتي هذا المعمول، يعني ما بتتخيلوا قديش كان يعني طعمه كتير حلو. كتير كتير بنصحكم تجربوها، كتير طيبة وكتير ريحتها حلوة. ويا رب تكون عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم ما تنسوا اللايك والشير. انتظرونا كمان في فيديوهات تانية،